مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مشاهدي ومتابعي هذه التحديات وهذه المتعة على أرضية ميدان العرفة بمحافظة الطائف في هذا المهرجان الكبير، مهرجان ولي العهد في نسخته الثانية. وفي هذا اليوم ثاني أيام هذا المهرجان تتواصل الانطلاقات وتتواصل المتعة والإثارة لتنطلق الآمال والطموحات مع هذه الشعارات الباحثة عن الانتصار، الباحثة عن النوماس. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم مع رعد يا رعد. من يحتل المركز الأول؟ حامد بن حميد بن حمد العديني من يقدم لنا رعد مع المركز الأول. المركز الثاني أرى وأتابع منتزع من يبحث عن انتزاع الصدارة، لاهوم بن سعد بن طالب الفهيد المري من يحتل مركز الوصافة. المركز الثالث أرى وأتابع هنالك الصداوي حمد بن سالم بن علي الفهيد المري من يقدم لنا الصداوي. المركز الرابع أرى وأتابع الوصول من رشدان ويتقدم في هذه اللحظات منصور فهد بن عبد الله الجروح الشمر. المركز الخامس هنالك انطلاقة كرار صافي بن زيد بن مرزوق الشمري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، الخمسة الأسماء المنطلقة. ولكن أعود إلى المركز الأول، إلى من يستلم زمام الأمور، إلى من ينطلق مع مقدمة الشوط. يا رعد يا رعد يا رعد، رعد مع المركز الأول. رعد يأتي في الوعد منذ الانطلاق وهو محتل المركز الأول وهو مسيطر على مقدمة الشوط. يا حامد يا بن حميد يا بن حمد يا العديني من يقدم لنا رعد، ولكن حذاري من الأسماء القادمة، حذاري من الصداوي وأيضا من منصور الباحثون عن الانتصار. ولكن الخمسمائة متر الأخيرة، الفاصلة الفاصلة عن الفوز عن الانتصار، ولكن بدون أوامر حتى هذه اللحظات. رعد مع المركز الأول والعصا في الأبطان، العصا قوس قوس قوس. ولكن هنالك منصور، منصور يا الجروح، يا فهد يا بن عبد الله، يا الشمري يا الشمري. ولكن رعد مع المركز الأول، ولكن الصداوي الصداوي يا حمد يا بن سالم يا الفهيدة يا المري ذهب مع الصداوي. الصداوي الصداوي ذهب بالانتصار، ذهب بالسلامات. سلامي عليك يا الصداوي، سلامي عليك يا الفهيدة. حمد بن سالم بن علي الفهيدة المري من قاد الصداوي في هذا الشوط الانتصار. المركز الثاني وصل فيه منصور فهد بن عبد الله الجروح الشمري. المركز الثالث، المركز الثالث وصل رشدان مبارك بن محمد بن فلاح القحطاني. المركز الرابع وصل مع المركز الرابع متعب حشان بن صالح بن فارس سالم نجم. المركز الخامس، المركز الخامس وصل فيه شاهين علي بن عبد الله بن علي الكربي. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا كانت المنافسة، هكذا كانت الإثارة حاضرة إلى آخر الأمتار. ولكن الصداوي في آخر الأمتار استطاع أن يظفر بالنوماس لحمد بن سالم بن علي الفهيد المر. التوقيت الزمني 2:58 و97 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك الصداوي على الفوز والانتصار المستحق. المركز الثاني وصل في المركز الثاني منصور فهد بن عبد الله الجروح الشمري ب2:59 و63 جزءا من الثانية. المركز الثالث وصل فيه، المركز الثالث وصل فيه رعد حامد بن حميد بن حمد العديني ب3 دقائق بدون ثواني و21 جزء من الثانية. المركز الرابع وصل فيه حشان بن صالح بن فارس مع متعب. والمركز الخامس وصل فيه شاهين مع علي بن عبد الله بن علي الكربي. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا